السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسلم بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا انا اسفة على الاصوات العالية دي، الفراخ طبعا عاملة قلق كده. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي حبايب قلبي بالله عليكم. حبايب قلبي اللي بيشوف قناتي الاول مرة اشترك فيها، مسهلش اللايك الجميل، وبتسعدوني والله بتعليقاتكم ولايكاتكم ومشاهدتكم للفيديوهات، ويا رب خليكم ليا كده ودوكم معايا كده على طول يا رب. المهم صلى على النبي حبايبي. دي طبعا يا جماعه الفراخ اللي هي ايه البلدي، في منها فراخ عتقه كبيره. طبعا الفراخ العتقه دي انا عايزه ايه اخف منهم. اللهم صل على النبي. عندي بصوا المنحوله دي اهو، فراخ المنحوله دي هما يا جماعه عمرهم سنتين، المنحولين دول عمرهم سنتين، والفرخه البيضه دي زيهم عمرها سنتين. بس الفراخ اليومين دول بصراحه ربنا مريحين عندي، يعني كام واحده اللي بيبيضوا بس مش كلهم. المهم انا عايزه اعمل ايه، ابدا امسك فرخه من الفراخ اللي هي المنحوله دي واذبحها واضحي بواحده، اشوف لو جواها بيض انا مش هذبح، لو ما جواهمش بيض يبقى انا هذبحهم واحده في واحده كده، عشان ما اخليش الفراخ عندي ايه ادام كبرت وما بتبيضش ما تاكلش على الفاضي بقى، ونقعد نهلك ايه واكل ومصاريف على الفاضي. احنا عايزين الحاجه اللي تنتج لنا وتجيب لنا ايه خير في البيت، مش بالرب احنا عشان ايه نفضل نطلع نبص عليهم وناكلهم وخلاص على كده. لا، احنا عايزين حاجه تنتج لنا، تجيب لنا شويه بيض للولاد، في فرختين نذبحهم حاجه زي كده، ومش بيض ونبقى نذبحهم احسن، ونجيب غيرهم ايه حاجات شامورت صغيره كده، ونبدا زي اللي طلعت على الشباك دي شامورت لسه صغيره. انا من وقت للتاني بجدد فيهم، يعني هم فيهم دلوقتي بتوع 5 برابر او 6 برابر جداد، اللي هم ايه كانوا طالعين لي رقد من تحت ال، اللهم صل على النبي، من تحت البطايه، وكان فيه كام بربره برده كنت جايبه ديك وطلعوا معاهم. فالمهم بجدد، يعني بخلي السن الصغير وبذبح ايه الكبار. بس لسه ما ذبحتش انا الواحده قبل كده من فتره ذبحتها، واللهم صل على النبي لقيت فيها بيض، فمن يومها ما رضيتش اذبح تاني. فانا شايفاهم مريحين اليومين دول، بس انا اليومين دول جايبه على البياض، عايزه بقى ايه اللي قدامهم ده. دي الشيشه كانت باقيه من الديك الرومي، بس العلف البياض اهو، بصوا علف البياض اهو، حط لهم منه دلوقتي، حط شويه كده عشان الفراخ لو محتاجه، يعني بتبقى محتاجه من وقت للتاني العلف البياض عشان فيه بروتين معين دوت عشان تخليها تبيض. والله يا جماعه ريحته صعبه قوي العلف البياض، ريحته تحس انها مكنكن كده، بس ايه هنعمل ايه بقى، منهم لله التجار، بيبقى العلف قديم عندهم ويبيعوه للناس. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده الفرخه مش عايزه اكتر من 100 جرام على البياض اهو. كمان انا حاطه ليه بقى معاهم الديك الرومي والروميه، عشان الروميه تاكل من علف البياض ده، وحاطه معاهم بطايه برده على وش بيضه اهي تاكل معاهم مفيش مشاكل، عشان علف البياض بيساعد على انتاج البيض ما شاء الله. هنجرب معاهم شويه كده، وزي ما قلت لكم همسك الفرخه اللي هي المنحوله قوي دي اللي ظهرها باين دي واذبحها، عشان انا شاكه ان هي ما بتبيضش، بقى لها فتره ما بتروحش عند الجدل بتاع البيض خالص، الجدل اللي هو في الجنب ده على طول محطاه ورا الخشب اهو. عايزه اقول لكم يا جماعه راقبي فراخك شوفيها بتبيض ما بتبيضش، ما تفضليش تاكلي على الفاضي وتلاقي نفسك انت في الاخر خسرانه. اللي ما كانتش الفرخه تنتج عندك وتجيب لك كل يوم انتاج، يعني تجيب باكلها واكتر من اكلها، خلاص يبقى ملهاش اي لازمه، احنا مش بنرب ونتعب على الفاضي يا جماعه. وما تربيش كتير، مش هصه فراخ هي، يعني ممكن ايه اربي 10 فرخات ومعاهم ديك حلوين قوي. عايزه تزودي زودي، بس خلي بالك هاتيهم سن واحد، ما يبقاش في حاجات عجوزه عندك وتجيبي عليها سن صغير، انت كده بتتوهي في النص، مش عارفه انهي اللي بتبيض وانهي اللي ما بتبيضش. يا اما انت بقى تبقى عينك عليهم وتخلي بالك شوفي دي اللي بتبيض، ومن يعني من كل كام يوم كده تمسكي الفراخ تقيسيها. يعني انا قستهم من كام يوم لقيت الفراخ قافله شويه مش فاتحه، يعني معناها انها كده مريحه، بس انا خليني معاهم من الاخر اما اشوف. والله باضوا ورجعوا تاني زي الاول، يمكن مريحين يعني في اخر الصيف بيريحوا، وبيجوا على اول الشتاء مثلا بيبيضوا، ادينا صابرين معاهم مفيش مشاكل. بس هذبح واحده برضو واجرب اشوف، لو العواجيز دول مفيش جواهم بيض يبقى خلاص، يعني عندكم البيضه دي اللي راح تشرب دي جنب الديك، وعندكم السوده دي واللي جنبها اللي ظهرها منحول، كل دي فراخ كبيره، وعندكم اللي واقفه هناك جنب البتاع اهي منحوله برضو كبيره عجوزه. هننقي العواجيز كلهم الموجودين، بس في فرخه عندي عجوزه بترقد دي مش هفرط فيها، دي هخليها عشان دي بترقد عندي. بصوا مستخبيه فين اهي، ورا الخشبه دي اهي، عشان هما لما بتبقى راقده على البيض
وباجي ادخلها لهم بيضربوها، بيبقوا مستغربينها عشان بقالها كتير ما مش معاهم يعني وكده. المهم اللهم صل على النبي اللهم بارك، الحاجات دي في البيت خير والله العظيم خير يا جماعه، وما شاء الله بتبقى حاسه ان انت يعني بيتك مستور على طول، يعني حد يجي لك ضيف على غفله، لو عندك بيت هتعملي فطار، لو عندك مثلا ديكين هتذبحيهم كده، عندك دكر بطه هتذبحيه، اللهم صل على النبي ساتر ساتر بيتك على طول. مش بقول لكم هي التربيه دلوقتي بقت مكلفه، انا مش بقول لكم روحوا هاتوا طيور كتير بقى وامنوا البيت بقى، لا هاتوا حاجات على قدكم ومشوا حالكم، الدنيا بقت غاليه يا جماعه والله. فاحنا عايزين الخير يرجع في بيتنا زي زمان. زمان كانت الست المصريه دي كل حاجه تلاقيها في بيتها، كانت الطيور وكانوا بيعملوا الزبده والجبنه والحاجات دي في البيت، الست المصريه اللي هم الناس اللي هم الارياف دول ما شاء الله، الفلاحين كان البيوت عندهم مليانه خير. تعالوا شوفوا دلوقتي الفلاحين بقوا يعني متمدنين على الاخر، مفيش يعني التربيه بطلوا يقللوا فيها قوي، اللهم صل على النبي الطيور ما بقوش يربوها زي زمان، المواشي اللي عزكم الله ما بقوش عندهم في البيوت زي زمان. انا على ايام والدتي الله يرحمها كان عندنا في البيت مواشي، وكان عندنا طيور، وكان عندنا كل حاجه. الريف المصري ده يا جماعه كلهم خير، الناس الكبار دول الله يرحمهم كلهم، فما شاء الله اللهم بارك. يعني انا بحب الخير في البيت، بحب الخير في البيت ما شاء الله، بس انا كتربيه انا ما اقدرش اربي الا شويه الطيور، عشان احنا ايه قاعدين برضو مش قاعدين في الريف، احنا قاعدين هنا ايه في مكان يعتبر ايه مدن، يعني ما ينفعش تربي فيه الحاجات التانية. فاللهم صل على النبي، عايزه اقول لكم اوصل لكم بس املوا بيكم يا جماعه بالخير، شويه طيور مش هيغلبوكي، قللي على قد ما تقدري، وزي ما قلت لك شويه فراخ زي دول هياكلوا حسنه البيت، معاهم ديك رومي، معاهم روميه، معاهم دكر بط وانتايه زي دول، عسل قوي تبداي بحاجه زي كده، مشروع 100 100. يعني مش بقول لك هاتي الفراخ دي كلها، هاتي دكر البط، هاتي دكر بط وانتايه، وهاتي الروميه دي والديك دوت اللي واقفين اهمت على جنب اهمت، وهاتي معاهم 5 6 فرخات وديك بس، وما شاء الله هتلاقي بيتك ما شاء الله. البطه هيملك البيت بط، البطايه دي هتبيض عندك وهتطلع لك وتملك البيت بط، الروميه هتبيض ولو بترقد هترقد ما شاء الله وتطلع لك انتاج عسل، يبقى مش حارمه نفسك، عندك من الرومي، عندك من البط، عندك من الفراخ البلدي، عندك بيض كل يوم الفراخ بتبيض، حاجات كلها زي العسل. اللهم صل على النبي اللهم بارك. يعني بصوا الفرخه بقى، الفرخه يعني مش طايقينها معاهم خالص ازاي، فطبعا بتجري تستخبى منهم فوق، ليه بقى؟ عشان هي كانت راقده. بصوا بتطلع تستخبى فين، طبعا انا جايباها هنا عشان لو مؤاخذه تبقى معديك على طول وتحمى تاني وترقد وتبيض وترقد تاني. الفرخه لما بتيجي ترقد انت بتعرفيها، بتقعد تغغي كتير، بتقعد تلاقي بيض قدامها بترقد عليه، فطبعا طول ما هي معاها الجردل اللي هنا ورا الخشبه ده فيه بيض وما بترقدش، يبقى لسه مش عايزه ترقد دلوقتي. تسمعيش كلام حد ان يقول لك الفرخه ممكن ترقد بالعافيه او البطايه بالعافيه، لازم دي غريزه في الحاجه، هي بتعمل كده من نفسها، هي بتروح تبيض وترقد، بتلاقي البيض قدامها بترقد عليه، بتحضن، بتبقى عايزه تحضن، عايزه تبقى ام، بتبقى عندها حب للي يعني حب الامومه، عايزه تبقى ام، ترقد على بيض تحضنه، تطلع الكتاكيت زي ما بنشوف الفرخه كانت تبقى ماشيه زمان كده وراها اولادها، والبطايه تبقى ماشيه وراها اولادها، يعني ما شاء الله. بس انا واحده من الناس اللي ما بخليش ولا فراخ مع امهم ولا بط يقعد مع امهم، ليه بقى؟ اشيلهم اربيهم انا وهم يقعدوا مع الذكر بقى ايه، يرجعوا يبيدوا تاني، حملوا ويبيدوا تاني النتايه والفرخه. فاللهم صل على النبي. طبعا كنسنا ونضفنا تحتهم اهو، حطينا لهم شويه تبن وشويه وغسلنا الميه بتاعتهم وحطينا لها نظيفه، والاكل بتاعهم قدامهم. واشوفكم يا حبايب قلبي في فيديو تاني كده، وما تنسوا بالله عليكم اللايك، اللايك الجميل يا حبايب قلبي، ودعواتكم ليا بالله عليكم، بالله عليكم ما تنسوا الصلاه على النبي.